عليكم ورحمة الله. تتم الموضوع أن لهذا الأسبوع وإحنا كان نحتفلوا بهذا اليوم العالمي المرأة 8 مارس، وفي أنه المرأة كتلعب واحد دور هائل واستثنائي في استقرار العائلة وفي استقرار المجتمع. هذا الدور الهائل ديال المرأة، وإحنا في المغرب حاليا في واحد المرحلة انتقالية، عندنا واحد التحول، الفرق ما بين التحول والتغيير أن الإنسان يقدر يغير صورته الخارجية، يمشي لعند صحاب الميك اب، لعند صحاب الديزاين، عند صحاب اللي كيعرفوا يبدلوا الباس وتيبدلوا لك الهيئة ديالك وتبدل لك الصورة ديالك. كان الإنسان رقيق بغى يغلاض كيدير واحد الريجيم واحد الرياضة ويقدر يغلاض، كان الإنسان غليظ وبغى يرقى كيدير واحد العمليات وكذا وتيضعف. هذا هو التغيير. أما التحول فهو غيبي وواقعي. التحول هو هاد العلماء في هاد المدارس الاستثنائية، بالخصوص مدرسة التحليل النفسي البنيوي للعبقري جاك لاكان، بينوا لنا هاد العلماء اللي هما صدوا واحد الخير الإنسانية جمعاء. هذا هو الفضل إلا كنا احنا مسلمين ومؤمنين وتنقرأوا هذيك الآية في القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله جعل هذه البشرية على أنماط مختلفة، على ألوان مختلفة، على أذواق مختلفة، على معارف وعلوم مختلفة. كل شعب فقدناه في الكرة الأرضية إلا وكان فقدوا رصيد معرفي وكان فقدوا معرفة هائلة استثنائية. خطورة العلماء أنها تتحيد خاصيات ديال الشعوب، والقوة ديالها في أنها ما كتبانش الخطورة ديالها، ما كتعرفكش هي بالخطورة. الخطورة ديالها في أنه ناس كينصهروا فيها على أساس أنها كلها خير، هي فعلا كلها خير، ولكن شتوف في الحياة ما كاينش شي حاجة كلها خير. في الدنيا كاين كل حاجة فيها خير وشر، كل حاجة فيها خير وشر. والماء، الماء اللي الله تقول علوه: وجعلنا من الماء كل شيء حي، تشرب منه بزاف يمرضك ويضرك. اشرب الماء بزاف وتشوف واحد السندروم كيديروا الماء، وتشوف الخلايا ديالك تخنق وتحس راسك باغي تموت. عالماء كل حاجة فيها خير وشر. عند الله سبحانه وتعالى في الجنة اللي كل شيء خير، كاين شي حاجة اللي فيها الضر ولا فيها الشر، كل شيء خير وكاين تما، اما هنا لا. وحنا في هذه المرحلة التحولية، تحول، وتتخذوا فكرة علو، تخيلوا في أنه في الفضاء النفسي بحال واحد الكوكب، بحال واحد الكوكب عندك الداخل، عندك كوكب وانت هي ساكن في واحد البلاصة في ذاك الكوكب ساكن، وهذيك البلاصة كان فيها الربيع وفيها الماء وفيها الخير وفيها كل شيء، ومع المدة ما بقى فيها والو، ولات قاحلة رمل صحراء ناشفة، ولكن انت يا ولفتي تم، فما كتنجمش تحول لواحد القنت فيه خير او تقلب علو. اذا شنو هو التحول؟ تحول بحال اللي خصك ترحل. غير هذا الرحيل هذا ما هوش رحيل في الواقع في نفسك. وكيفاش غادي ترحل في الفضاء النفسي؟ كترحل من حيث المفاهيم، من حيث تغيير العقلية، من حيث تغيير التعامل مع واحد الواقع اللي هو تتغير، تغير التعامل معه. والوعرة أن الواقع كيخبرك أنه الخدم كيتغير، كيخبرك ما كيغدرش الواقع، الواقع ما كيغدرش. اللي كيغدر هو ديك اللفعة ولا ديك العقرب اللي كتكون حداك، أما الواقع إلا واقع كيعطينا واحد نوع من العلامات. هاد الله سبحانه وتعالى يقول لنا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه
ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم. بين تشتو ذاك الإشارات اللي كيعطيك الواقع أو والله تعطينا حق تقول لك الإشارات اللي كيعطيك الواقع دوك العلامات راه الله اللي سخرهم باش ما نتصيدوش. ودابا اللي هائل 35 عام ليس لي الله البحث في هذا الميدان في هذا الباب النساء أقرب إلى التقاط الحركة والإشارة ديال تغيير الواقع من الرجال بشرط أن المرأة تكون مستقرة في نفسيتها وتكون متمكنة في علمها في علاقتها مع الواقع ديالها. شتي نوفروا للنساء واحد الراحة نفسية نسبيا راه ماشي بالضرورة المادية راه التقار على هنا هما تيخصو مع التقار وهنا ما كيقتلو هذوك النغير لك التسمام ما تيقدوش عليه. المرأة واحد النعمة ربانية عندك وتحاول. حنا المؤمنين راه تنعرفوا بقيمة الأشياء. الله يرحمها الشريفة الأميرة كان دارت واحد اللقاء كنت ضيف هذاك اللقاء في الرباط كان واحد عدد ديال الجمعيات بواحد المجمع اللي كانت كتنظمو الأمم المتحدة واحد عدد جمعيات حاضرين تقريبا نقدر نقول كل شيء الجمعيات اللي كانوا حاضرين في هذاك اللقاء كل شيء الموضوع ديالهم والهم ديالهم يضربوا في الرجال يضربوا في الرجل الرجل هو المشكل الرجل هو المشكل الرجل هو ال... هو ال... هو الطامة الكبرى الرجل تيضرب وتيضرب وتيضرب. فرفعت يدي باش ندير مداخلة وهذاك المسؤول على المداخلات قال لي يا ودي لا ما راه ما غنعطيكش الكلمة. قلت له علاش؟ قال لي حيت عندنا واحد النظام داخلي في هذه اللقاءات الأممية انه الناس اللي خصهم يديروا المداخلات خصهم يكونوا تسجلوا قبل يومين ثلاث ايام قبل ويعطيونا يعني ذاك واحد الوصف صغير مصغر على المداخله باش كنعطيوها لهذوك المسؤولين وهذاك الشيء مسبقا. لما قال لي هكا انت تجي تهزي يدك وتبغي دير مداخله قال لي لا. قلت له سيدي وحتى تكون انت اللي اذنتي لي باش نجي لهذا المجمع عاد ديك الساعه تقول لي لا وراه ماشي انت. قلت له فمشيت عند الشريفه قلت لها لا راه هذاك السيد ما خلانيش ندير مداخله وهاش قال لي واش قال لي. الشريفه الله يرحمها ويسعدها عيطت له قالت له انت من اين وزاره من اين وزاره جيتي انت؟ قال لها لا من الوزاره الفلانيه. قالت له انت اصلا ما خصكش تكون هنا. انا قلت له ها هو شكون اللي منظم وها هو شكون اللي كاين وها هو شكون اللي كاين شكون اللي صيفطك انت اصلا لهنا شكون؟ قال لي لا الفلان الفلاني. وقالت له انت وياه وغتمشيو حيت انتم اصلا ما خصكمش تكونوا في هذا هي كنتو ضيوف غتمشيو تجلسوا عرفتي. وقادت له مسائل هذا وفهمت له المسطره ودرت المداخله شنو قلت فيها؟ قلت لهم في انه انتقدوا بعضنا البعض وهذا العمل راني درتو وتلاميت عليه وناس سأضم في القول اللي قلت وشوهو بغاو يشوه. أنا كنتقد رجالية كنتقد رجال مزيان حيت كنعرفهم راني وقيلا راني معاهم في الواقع راني كنخدم معاهم راني عايش معاهم راني منهم راه كنعرف الرجال الحقاق الحرار الصافيين وتنعرف الرجال الكسالى رجليهم دليين وتنعرف الرجال بوكرين الجبانة والبخالة كنعرفهم مزيان يعني ماشي حيت انت راجل وانا راجل غادي نجي نبقى نصبغ لك الفرصه ديالك. حنا راه باغيين نصلحوا ما استطعنا البدايه من فوسنا مني انا الاول ولكن راني باغي لك الخير. علاش هو التحول؟ انني خصني نزعزعك ملي نحولك نضربك باش تحول. ما كنتحولوش في نفوسنا بزاف ما كنتحولوش خاص تجيك رعده. هذا المراه واخا كتبقى عزيزه على الدار ديالو كتبقى عزيزه على القريه ديالو تتموت ويموت فيها ما يتحركش. اذا غادي نزعزعك والله اللي علمني باش نعززك. وقلتها في ذاك المجمع قلت لهم اننا ننتقدوا
ونتلاموا على الانتقاد وهذا دورنا. المثقف ما خصوش يخاف. المثقف اللي ربي قراه في واحد الباب يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم اقراكم. راه ماشي ربي يسر لنا واحد نسبه من القرايه باش نطلعوا جبانه. نطلعوا جبانه. هذا مسلم ماشي جبانه. انتقدك بحده وما نفوتكش. يجي عندي المراه واقفه على الطلاق نحاول نفهم سبب الطلاق ونشوف شنو باغيه هي. ولا لقيت الاسباب الطلاق كاينين وهي باغيه الطلاق نقول لها لا توكل على الله حيت الاسباب كاينه وهي باغيه. ولكن الا مشات هي مدات راسها وبدلات رايها بغات ترجع ولو اسباب الطلاق الموضوعيه كاينه ولكن هي غيرات غنشجعها ترجع حيت هي صافي اختارت ترجع. اما هي اختارت تمشي وسيدنا رسول الله تيقولنا نحن قوم تيقولنا سيدنا رسول الله احنا قوم إذا طلبت المرأة طلاق أنا طلبت طلاق. آه يوا بغيت تكون سني محمدي سير درس حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت ما دارتش عاودوا لك عليها صد فمك. سير درسها بعدا سير جلس مع العلماء السنيين اللي ملي تطلق لك في الحديث ما يسكتش عام عام أعطيه ميكرو عام ما يسكتش عام عام خصو غير الجهد والطاقة. العلماء السنيين اللي عندنا في المغرب عام ما يسكتش عام عام ويجمع لك عام على عام يشد لك الحول. إذن النساء أقرب بكثير للالتقاط الإشارات للتحول واحد المجتمع بشرط أنها تكون قوية في نفسيتها ومتمكنة في علمها وواقعها. يعني خصنا نريحوا لها نفسيتها بعد ولا نسموهاش ما مرضوش ما حمقوهاش تكون متمكنة في الواقع اللي هي دارها والمحيط ديالها تكون متمكنه باش بعلمها ماشي غتقلد ولا غادي نخوفوها لا بعلمها راه عندها عرف. انا توثقار انا توثقار وخلي لها امكانيات وخليها تغلط خليها تغلط راه تقدر تغلط في الاول والثاني واحد بقيت غدير لك واحد الوصفه ربانيه الراعق غدير لك الحل. اش من تحول اللي حنا فيه دابا حاليا في المغرب دابا اللي هائل وهذه الحكومه المباركه حكومة السي أخنوش راه محظوظة والله العظيم راه محظوظة. شي وحدين غيكونوا ضرب لهم الريح في دماغهم غادي يقول لك حكا جات الحكومة الجفاف حرب أوكرانيا الغلاء ديال الأسعار ياك. ولكن فوقاش تعرفت الإنجليز حقيقة فوقاش عرفنا في العالم الاستثناء البريطاني عرفناه مع وينستون تشرشي وفوقاش تعرفات العبقرية والحنكة والمعدن الاستثنائي ديال وينستون تشرشي في الحرب العالمية الثانية في مواجهات هتلر وألمانيا النازية. إذن دابا احنا كاين اضطراب في التساقطات كاين غلاء في الأسعار كاين اضطراب في الاستيراد من حيث واحد الدول. جوج حوايج اللي خصنا نطرحو كسؤال دوزنا الامتحانات بحال هادو في الماضي دوزنا الاختبارات بحال هادو في الماضي ونجحنا. انا ما عمري تنسى ديال الخطاب صاحب الجلاله ديال العيون رجعوا له اللي تلف يرجع رجعوا الخطاب ديال صاحب الجلاله الله ينصرو سيدنا محمد السادس رجعوا الخطاب ديال العيون وقراوه وسمعوا له مزيان شنو قال فيه الشريف. ذكر بايام السيبه المغرب دوز السيبه ودوز الفوضى ودوز 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 ونجحنا سلكنا رجعوا الخطاب ديال العيون شوفوا شنو فيه. غلاء المحروقات غلاء الاسعار غلاء كذا. اذا شنو هو واش كيطلب منا هذا الواقع حلول استعجالية كيطلب منا تدخلات استعجالية هذا هو الحل. هو عندك التقابي يخرجوا وخصك تبقى تسد في التقابي شو هذا الحل أو لا الحل نجلسوا ولو العافية شعلة ونبركوا. إذا ما بركتش ما تفكرش العافية شعلة قد هي حامضة قد هي مشكلة ولكن تبرك تبرك لان ما كاينش الزنزان الزنزان هو اللي كيخلع كيكون الزنزان تربي لك عماره خصك تخرج خصك تجري ما كاينش الزنزان وتا واخا تكون الحرب
باقي ما وصلوش العدو رايت ما يوصلوا نفكروا عاد يبانوا لينا عاد يوصلوا كيما حد ما وصلش هو بلاتي نفكروا الشريف قاعد شغلك قاعد مخك بلاتي بلاتي واش وصلوا ولا مازال باقي ما وصلوش شحال باش يوصلوا ساعتين ساعتين غنفكروا عندنا مسألة تغيير تحول ندرة تساقطات ياك السؤال وكل شيء كيدوي على القمح 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 كنستوردوا القمح من 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 اوكرانيا كنستوردوا كنسؤال واش كنستوردوا القمح الصلب ولا كنستوردوا فرينه اللي هو القمح الرطب واش كنستوردوا حنا واش كنستوردوا القمح الصلب ولا كنستوردوا القمح الرطب اللي هو فرينه المغرب من الدول المنتجه للقمح الصلب اللي هو ثمنه غالي ومطلوب في العالم كيصدروا المغرب كينتج واحد الكميه ماشي بزاف ولكن كينتج كميه ديال القمح الصلب وكيصدروا وبالفلوس ديال القمح الصلب وبصادرات اخرى كيشري القمح الرطب اللي هو فرينه ياك فرينه اللي من حيث المنفعه الغذائيه ديالها ومن حيث الفوائد ديالها راه اقل من فيها من القمح الصلب اذا دابا هادي واحد الجواب وفي الواقع جا الواقع قال لك انا باغي نوكلك مزيان بزاف عليك الواقع قال لك شتي انت المغربي انا باغي نوكلك مزيان بزاف عليك غادي نحبس لك غنغلي لك فرينه غنطلعها للسما وغادي نحبسها من اوكرانيا ما تبقاش تلقاها وانت بلادك تتنتج القمح الصلب وغتنوض تنتجها وغتنوض تاكلو اذا الواقع اش قال لينا دابا اذا خصنا نصنتو له قال لينا الواقع بالهلاي تبتو لكم المغاربه غنوكلكم مزيان بزاز حيت القمح الصلب عرفتي شنو الا طحنتيه والله الله يهديهم صحاب الطاحونات الله يهديكم راه ملي كتاخذوا النخاله للناس الله ياخذ فيكم الحق ما عندكمش الحق ما عندكش الحق تاخذ من السيد جايب لك عبره تطحنها له وتاخذ النخاله انا مشيت للطاحوناتك غادي نتشارك مع السيد جبت 100 درهم عطيتها له قلت له شد قلت له ما ساويش هادشي اللي جبت لك 100 درهم ياك قلت له واش شد 100 درهم ردي النخاله ديالي قال لي شتي شحال تكون بغيتهاش قلت له شكون اللي قالها لك علاش كتدوروا الطاحونه فمها ديما لداخل باش ما يبانش الخدام ديما حنا فينا ديك التنوعير دير ليها فمها اللي غيطحن قدام الكليان ما تهزوش النخاله للناس النخاله وتعرفوا قيمتها وتعرفوا الدواء اللي فيها وتعرفوا الجهد اللي فيه شريوها بالذهب شتي الواقع دابا اش كيقول لينا ها شتي الواقع تيقول لك غنوكلك مزيان المغربي بزاف غادي نحبس لك الاستيراد من اوكرانيا وغنغلي ما هذاك القمح الرطب غيتغلى وانت يا بلادك المغرب كتصنع وفيها القمح الصلب السؤال علاش علاش الفلاحه بعدو من القمح الصلب علاش ما بقاش كيمشيو للقمح علاش لانه في الفلاحه القطار مره كنجلس مع الفلاحه وكنسولو في القطار ديال القمح العام الزين الى خلى المولى 5000 درهم ما قال حد لحد العام الزين الى خلى الفلاح 5000 درهم ما قال لحد لحد ولكن العام طارب ما تيدخلش في المصاريف اللي خسر وملي يكون العام كاع كيما كان وكيمشي يبيع تيبيع بجوج دراهم جوج دراهم وتيبيعوا له هما الزريعه ب 6 دراهم اذا تخيل هذوك لي غروسيست اللي غيشريو من عنده غيبيعوا له وزاره دابا القمح ديالو هو اللي غينبسوه راه هو اللي غيبني الزريعه وتخيل هما تياخذوا من عنده بجوج دراهم 4 شهور من بعد حيت هو مزير 4 شهور من بعد ولا 5 شهور خصو الزريعه باش يعاود يفلح تيبيعوا له ب 6 دراهم يحمق الفلاح ما يحمقش يهز يدو ما يهزش يدو مشاو كلهم حولوا اراضي ديالهم للزيتون الزيتون في القطار تيقدر يخلي ما بين 20 30 الف درهم ديال الربح في العام القمح شحال كان كيخلي لهم 5000 درهم هذا العام الزينه الزيتون ما كيعطيكش العام الاول العام الثاني العام الثالث كيتعطل شوي ولكن ملي تيبدا يعطي في الجنان ما تيتابع له ما والو كيجيب السيد كيدخلو تيقولو هز جنينه راسك كيتاوى معاه تيقدر يخلي له ما بين 20000 درهم 30000 درهم في القطار
درش زيتون منك يا عمر ولكن بدأت ولكن الزيتون رمش يقول القمح. إذا دابا هاد الشيء هاد الواقع هذا ديال أنه فلاحة في العام الزين كيربحوا 5000 درهم في القطار وملي تغيرت عندهم المسائل ديال التساقطات كاين اللي ما كيدخلش في المصاريف ديالو شد بيديهم شي واحد حسس ليهم شي واحد بأنهم راه كيلعبوا دور وطني في الأمن الغذائي المغربي حسس ليهم هالدور هذاك مول الشكارة اللي كيشريع له غرضه الربح وغرضه يبيع بثمن ديال اللي غتفرضوا الحاجة وجهات أخرى بلا ما نسميوها راه كلشي عارفها ما اهتمتش به ما اهتمتش به. إذا شكون هو اللي أقرب لاستقطاب هذه الإشارات؟ النساء عندهم واحد الحس هما عندهم واحد الحس كيلتقطوا بواحد السرعة قبل من نحن الرجال بمسافة كاع بمسافة سبقك كتسبق راه كتشوفها ملي كتكون صغيرة يلا كتزاد عندها عام ونص عام كتهضر مقاد الذكر كيتعطل ما غاديش يدي الأشهر ديالو حتى يبلغ 40 قبل 40 كاع ما تدوي معاه شوف فيه وتعاون معاه وصبر معاه وصافي 40 الفوق عاد يبدا عاد غيبدا يشوف يا 12 عام بدات كتشوف 12 عام صافي عينها تحلو كلشي تقاد سكانر خدام دار داك الشيء اللي جاي راه افضل البنيه راه صافي شداتها هي في 12 راه هي بدات عندها من عامين في 12 كملات يا في 10 سنين كتجمع شغلها. اذا دابا هذا الفلاح هذا اللي ما حاولناش نفهمو علاش هو هجر القمح اللي دابا حنا واقفين عليه القمح علاش نصدروا القمح الصلب وعلاش ما ننجوش منه اكثر في اخباركم وكنقولها ونعاودها في السودان كاين انواع ديال القمح اللي ما كتحتاجش الماء بزاف والتساقطات بزاف انا كنقولها ونعاودها قدام الملا انا راني ما فاهمش وراني كنعرف اللوبيات اش كيديروا هضر على لعب اللوبيات انا راني ما فاهمش احنا عندنا حاجه بقمح اللي كيوالم بلادنا وكيوالم افريقيا وكاين زريعته موجوده في السودان ما فهمتش علاش ما مشيناش للسودان واستوردناه وشريناه وقلبنا عليه وجبناه ما فهمتش شي واحد يجاوبني الله يرحم والديه يجي واحد يجاوبني كاين انواع القمح في السودان لله العجب هذاك القمح لله العجب ما كيخصوش بزاف ديال الشتاء ما كيخصوش بزاف ديال الماء خصو شويه بالعكس هو تيمشي في منطقه بحال ديالنا بحال هكا كيعطي فيها ما كاينش شي مسؤول يمشي يربط الاتصال مع ديك الدوله ويشوف شنو كاين تما ما كاينش رجل اعمال يدخل على الخط ويمشي يشوف شنو كاين تما ما كاينش اولا بغينا نبقاو حالين الباب للزريعه لواحد الجهه معينه انا غنسميها مقاده كاع ما بغيش نبقاو حالين الباب غير واحد الجهه تجيب لنا الزريعه ديالها نبقاو باي وجه كان نتعامل مع ديك الزريعه البطاطا عندنا ثلاث انواع البيضه الحمراء الحلوه هي اللي عندنا البيرو عنده ازيد 130 نوع ديال البطاطا البيرو بعيد علينا دابا كنجيبوا القهوه من البيرو ونجيبوا الكاكاو ونجيبوا العجب العجاب ما عمر شي واحد زعم يمشي يشوف انواع اخرى البطاطا يجيبها ها انواع عندهم تما انواع كتنبت في واحد التربه مالحه فيها الملح اللي تزرع فيها اي نبات اي خضره تموت واحد النوع البطاطا عنده في البيرو كتقبل الارض شلوقيه المالحه تتقبلها هي بالعكس كتقوى منها عندهم واحد النوع البطاطا كينبت في لو بلاطو الثلج طايح حلو هي تتنبت 100 ازيد 130 نوع عندنا حنا ثلاث انواع واش كنقول لكم راه العقل فيه سكه عن شي بعضين فيه سكه دابا الواقع واش محصلنا ولا حنا اللي محصلين راسنا بالعقليه ديالنا اش بان لكم الواقع محصلنا والو الواقع قال لك ما بغيتكش تبقى تستورد ما صالحش لك القمح الرطب حيت القمح الرطب لمن صالح لاصحاب الكوكيز هذوك اللي كيبيعوا لكم بسكويت ولادكم هذوك هو اللي صالح لهم القمح الرطب راه هذوك هما اللي كيبغيو حيت راه ما غادي ياكلش ولدك كوكيز ديال القمح الصلب غادي يجيه ناشف وخصو ياكل
في الاخر تنقولوا علاش ولات السمنه زايده في ولادنا، وعلاش زاد السكري، وعلاش زاد العجب. وشوفوا نسبه الكونسير شحال طابعت في المغرب هذا الشيء. نعم سولوا اختصاصيكم شحال نسبه الكونسير طافعه ويعطيونا شي جواب. دابا هادو الناس اللي كيحاولوا يجاوبوا على علاش نحل الزحوايج وزيد، ما عمرهم طرحوا سؤال كيفاش كنتعاملوا حنا مع النحل. دابا دائما السؤال اللي كيطرحوا البلاده وما ما درت والو راني طبقت التعليمات. دابا دول البلاده عنده برنامج وخصك دير كل صندوق فيه واحد المسافه وتباعد ما بين الصندوق والصندوق، وخص هادو دابا هما التعليمات هو غيطبقهم المكلخ. هو هذا هو المكلخ جاي يطبق، ولكن راه كيلوح السكر هو النحل. بالك المكلخ راه كيوكل النحل السكر. في تاريخ النحل من نهار اللي خلقوا الله اليوم هذا عمرو كلا السكر. هو راه كاين الفريكتوز وكاين الجلوكوز، هو ما كيعرفش الجلوكوز هو تعرف الفريكتوز. اذا ملي توكلتيه الجلوكوز المكلخ طلبتي منه مجهود كبير، حيت هو راه غيهضمو غيهضمو، ولكن ما غيهضموش بنفس السلاسه وبنفس الانسيابيه بحال اللي كيهضم الفريكتوز اللي كاين في الرحيق ديال 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 النباتات واللي كاين في الازهار. عمرك سولتيه شنو كدير له في معدتو ملي كتاكلو السكر الكسول؟ عمرك سولتيه؟ عمرك درتي معاه استجواب قلتي له السي نحل كيفاش كيجيك ملي كنطحن لك كرشك بالسكر؟ حيت هو ما كيعرفش الجلوكوز، ما كيعرفوش. انت في الجشع ديالك المكلخ الكسول الجبان، انت في الجشع ديالك قصتي له النظام ديالو. شفت وثائقي على واحد مربي النحل في الهيمالايا، في الهيمالايا. اسمع مزيان الكسول، اسمع 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 اللي كتحاول تفسر علاش النحل زاد. اسمع اش غيقول لك واحد الرجل بدوي في الهيمالايا، غيجيك الجواب من تم. الكسول لذلك انت غادي تجي غدير ودرنا التحليله ما لقيناش السم ودرنا. واش فهمتي العلاقه مع النحله؟ واش احترمتيها؟ واش اعتبرتيها ذكيه احسن منك الكسول؟ نحله ذكى منك، واش تعاملتي معها بذكاء حيت هي ذكيه؟ واش وقرتي لها النظام ديالها؟ اسمع اش غادي يقول لك مربي النحل من الهيمالايا. كيربيو النحل فواحد الشجر هائل عالي، كيربي كيجي النحل يدير عش في ثقبات الشجره، فتعلموا يتقبوا الشجر بحال اللي كيتقبها هو، كيديروا له عشاش في هذوك الثقابي. كيطلع السيد كيجني ومعاه الصحافي، وراه خصك تشوف مستوى المعيشه راه فقراء، راه ما عندهم والو، راه فراس جبال. كيطلع تيحل تيهبط تيقول له الصحافي ما لقيتيش العسل؟ تيقول له لقيته. وتيقول له علاش ما خديتيش؟ كيقول له ما بغاش. تيقول له الصحافي كيفاش ما بغاش؟ تيقول له راه عنده واحد الصوت اللي تيديرو تنعرفو ما باغيش. قال له النحل كيدوي معاك؟ قال له كيدوي معايا. قال له كيدير واحد الصوت كيقول لي لا فوتني عليك. قال له شتي حنايا من الصوت ديالهم تنعرفوا الخريف كيفاش داير، كنعرفوا الخريف اللي جاي والشتا اللي جاي كيفاش داير. قال لهم هذا الصوت اللي كيديروا لنا. قال له هذا الصوت اللي داروه لنا كنعرفوا غيجي البرد بزاف وغادي يجي الصر بزاف، ما تنقيسلوش العسل حيت هو كيتقوى وعنده القوت ديالو بالعسل ديالو. قال له ما كتعطيش حاجه اخرى؟ قال له لا. عطيته حاجه اخرى؟ قال له غادي 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 ندير له الاختلال في التوازن ديالو. قال له تيهرب كيزيد في حاله. هو جاك الجواب الانصا من 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 واحد فقير من الهيمالايا، ولكن انت غادي خصك يدوي معك واحد من ماكنزي، خصك تسولي واحد المكتب من 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 زحل، خصك يجيك واحد الخبير من القوقاز، ولكن ما بغاش يعطيك باحث امريكي في نواحي كاليفورنيا مختص في دراسة واحد الطوير. واحد الطوير داير بحال الجوش، غير هو تيسافر بعيد. هاد الطوير هذا اللي هائل فيه هو انه كيحس بالموفيطو،
سميتو لا غريف دو كاليفورنيا. هاد لا غريف هادي هاد العالم هذا كيدرسها 30 عام بغيت يدرس. معروفه امريكا بالاعصارات ياك، كل عام كيضربها اعصار. تلاحظ هاد العالم غير صوت فرهم اللي يقولوها له، هاد الطويرات هادو هما اللي يقريوها له. كيلاحظ بانهم ما تيبيضوش بحال الطيور الاخرين، ما عندهمش واحد الموسم محدد كيبيضوا فيه، كيقدروا يسبقوا ولا يوخروا الوقت. ما عندهمش واحد التاريخ محدد كيف مثلا غنقولوا كيبيضوا في شهر 9 كل عام، لا، بعض النمط يبيضوا في شهر 9، بعض النمط يبيضوا في شهر 8، بعض النمط يبيضوا في شهر 7. ما عندهمش واحد الوقت محدد في السنه باش يبيضوا، هما تيقروا هما تيقروا 30 عام وتيدرس في الطويرات. فلاحظ فوقاش ما سبقوا الوقت اللي كيبيضوا فيه، في هذاك الخريف وفي هذاك الشتاء كيجيو اعصارات كبيره. وملي تيقدموا الوقت ديال البيض ديال وليداتهم هما ملي كيفقصوا وكيبيضوا، الاعصارات ذاك العام كتجي خفيفه. لاحظوا هو هذه المساله، لحظه تكلم مع علماء في الميتورولوجي، قالوا له ودي لا هادو راه تخمينات هادشي واقيلا كذا وكذا. قال لهم ودي لا 30 عام البحث هادشي راه عندي. قال لهم واخا دابا ندير لكم شي ديمونستراسيون. بقى متبع الطويرات ديالو واحد العام وما يسبقوا مزيان، ما يسبقوا مزيان، سبقوه هو يقيد التاريخ، قيدو. اتصل بواحد صديقه مدير ديال الارصاد الجويه في امريكا، اتصل به قال له شنو التخمينات اللي عندك على 3 شهور اللي جايه، على 4 شهور اللي جايه شنو التخمينات اللي عندك؟ قال له عندي السما صافيه والدنيا هانيه عندي. قال له شي رعدات وشي؟ قال له شوف نقول لك راه ما كاينش رعدات، راه قال له غيكونوا عندك واحد الاعاصير من المستوى الفلاني اللي هي اكبر خطوره كاينه في المستوى ديال الاعاصير، عطاه لها شي لا بلوز الفي. اخر قال له عاوتاني قال له غتقول لي الطويرات ديالك، قال له المهم عقيد انا راني مقيد. جا وقت الخريف، جا وقت الشتاء، الاعاصير كيف قالوها الطيور العليم كيف قيد العالم. دابا راه ولاو كيستعنوا به في التخمينات على ترقب الاعاصير بفضل الطويرات، ولاو محميين، ولاو محميين. اذا دابا اش بان لكم؟ الواقع باغي يعطينا ولا باغي يعدمنا؟ واش الواقع باغي يعطينا ولا باغي يعدمنا؟ إذا لقينا العقلاء ولقينا الفهيمية ولقينا أصحاب الشجاعة اللي ما يخضعش للوبيات، اللي ما يسحبش الحل راه كيجي غير من الشمال. دابا راه كاين شي بعضين عنده الحل كيجي غير من أوروبا، الحل راه في السودان، الحل راه في البيرو. سيدنا نعطيكم الإشارة، الحل راه في إفريقيا. حنا كنضلوا ندويو على إفريقيا ما كتمشيوش ليها. شحال هذه الدلاع خصو يمشي يتزرع في كوت ديفوار. كوت ديفوار الماء اللي عندها والوديان اللي عندها يشبعك المغرب دلاح، وبلاد صديق وبلاد كيحبنا وكنحبو. يعطيك العجب تحولوا الفلاحه ديال الدلاح ديوها اليوم تم، وهما يعطيوكم فلاحه اخرى ديروها هنا. مشاو نجيبوا الزريعه ديال السودان ديال القمح الصلب ونكثروا الطاحونات الصغار ديال الاحياء، ونكثروا من الطاحونات اللي دار في البيوت. خاص الماء تعود تحل القمح ديالها في دارها. انا اصحاب الصناعه صنعوا لينا طاحونات صغار اللي نعودوا نديرهم في ديورنا، حيت ملي ولينا كنمشيو للطاحونات الحموش في الاخرى ما بقاش مشيو عنده. ديروها في ديوركم، صنعوا لنا روبوات يطحنوا بالرابعه وبالثمانيه في الدار، صنعوا لنا شي حاجه ديال العود اللي نخزنوا فيها الفرينه بالنخاله، بارك نبقاو نخزنوها في بلاستيك وفي الميكا، صنعوا لنا شي حاجه ديال العود. دابا هذا الوقت هذا غيفرض عليكم هذه الاشياء هذه. والقمح الصلب شجعوا الفلاح، عودوا شريوا انتم المواطنين مباشره من عند الفلاح باش ما يمشيش هو عند السمسار. يعود الفلاح ينتج القمح، المواطن يقابل معاه يقول له انتجتي نجي عندك نتمنى ناخذ من عندك. نمشيو نقلبوا في المانيا اللي دابا الحمد لله ربي عقلها، ونسولوها على واحد النوع من القمح في المانيا
سميتو لي بوتخ. ما كاينش معاه الحساسيه ديال شي حاجه. ولدك يكون فيه الحساسيه تسول ولاد المانيا اللي كلاوه ما بقاتش فيهم حتى شي حساسيه، هو تداوي. غير هو صعيب انك تنجو وصعيب انك تحنو. المانيا راه كتنجش فيه، نمشيو نديرو شراكه مع المانيا نجيبوه، نمشيو نديرو شراكه مع هولندا وتورينا كيفاش كدير الفلاحه في طاجات، حيت راه باقيين شي اماكن وغيبقاو شي اماكن فيهم الماء في المغرب. حوض صبو في الغرب فيه الماء، غيبقى الماء ان شاء الله. غير الاراضي ها اللي شادها الليمون، ها اللي شادها العقار. العقار خصو يحبس فاش تقاص دابا الاراضي الفلاحيه، غتولي عندنا دور كبير. اي بلاصه فيها العقار خاص تكون شجاعه تحبس، ستوب صافي الدار بدات تحبس، صافي القنيطره تحبس مابقاش تبني. ماشي عيب الواحد يرحل، ماشي مدينه اخرى، ماشي عيب، ماشي عيب تبقاو تحيدوا الارض على حساب واحد باش يسكن في بلاده. ما يسكنش في بلاده، يزيد في حاله. المغرب راه شاسع كبير، ديروا ستوب. مدن خصها تحبس فيها البني، دار بدات تحبس، قنيطره تحبس، صافي. يا اما تعود تعلي الفوق، تحاول دير نطيحه السحاب تعلي، ما تقدرش تعلي ما تمشيش في الارض. دابا خصنا نمشيو للطبيعه ونمشيو للفلاح. اش كيقول لك الواقع؟ اذا دابا لاحظتوا هنا النساء غيلعبوا دور. دابا شتي انا كتسمع لي واحد الام، وهذيك الام غادي مع ولدها في واحد الوزاره، راه غيسمع من امك طبيعي يسمع مني انا. هادشي اللي كنحاور الجيل، الجيل الطيب. حيت دابا راه واحد في واحد المديره ما يسمعش مني وما غيتقبلش مني الراي، ولكن امه راه كتسمع مني. امه حيت هي حكيمه، علاش قلت لكم الخير في النساء؟ امه حيت هي حكيمه غادي تحط ودنها وغتصنت وغتقول ويلي استاذ ديالنا شو كيقول. ونهار الجمعه غدير لك السور، عيط لولدها اللي هو في المديريه الفلانيه، اللي هو في الوزاره الفلانيه، وغتعيط لبنتها تقول لها فين تجي كل ما يتسكسو، غتجي غتقول لها جلسي بنتي شنو دايرين انتم في كذا، شنو دايرين في كذا. عمركم لقيتو في السوبر مارشي في الدار البيضاء ولا في المغرب طحالب ديال المغرب؟ عمركم لقيتهم؟ عرفت شحال الطحالب عندنا في المغرب صالحه للغذاء؟ عمركم لقيتو شي طحالب؟ كيجيونا الطحالب من الصين، كتلقاهم في الساشيات. يجيوك الطحالب من اوروبا اللي ماشي اللي قدامنا حنا، يبقاو حالين فمهم. السؤال علاش ما كاينش واحد المركز وما كاينش واحد الصناعه ديال الطحالب؟ علاش؟ علاش؟ عرفتي شنو هي توجد لوليداتك في الصوبه؟ ومع وليداتنا تبارك الله دابا مع الججره والله يحسن العوان، الضغط والستريس والتماره، تخيل دير له شوربه بطحالب بحريه تشوف الفيتامينات اللي فيها، املاح المعدنيه اللي فيها، سهله في الهضم، تتخلي لك واحد واحد الاحساس بالشبع شحال. اللي عارف بحقها هما الجابونيين، هما اللي عارفين بحقها، اللي عارفين بحقها هما اللي بغوطو في فرنسا، واللي عارفين بحقها هما طبيعة الحال الشينوا. حنايا عندنا الخير العجب المخ فيه سكه ديال التران او حتى تجي تعليمات. الواقع قال لك انا غنطردك لك السكه ديال التران وغادي نسبق التعليمات، لان اصلا ما عمرنا ما نجحوا حتى كيجيو التعليمات. علاش كلها هذيك التعليمات؟ الله هو اللي تيدير الاحاطه الشامله، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيدير الاحاطه الشامله. بنادم اللي عطاك تعليم راه غيزق 10، ولكن انت وانت وانتي وانتي كنا لا مشينا كل واحد وتلاحينا للواقع بحسن نيه وبحسن ظن اننا نصلحوا واننا ما نضيعوش حق الاخر، ما نضيعوش حق الفلاح. الفلاح اللي ولا قلت لكم في العام الزين كثار كيخليو 5000 درهم، اش غادير لك 5000 درهم؟ اش غادير لك؟ هذا العام الزوين هذا، بغيتو يبيع القمح حصل ما يبيع، غيديروا شو هو غيمشي يدير الزيتون ولا غيدير شي حاجه اخرى. ولكن الا خرج دار الزيتون، دار الزيتون، شحال الزيتون هو اللي غناكلو به. بالنسبه لهذا الدور الهائل اللي كيقوموا به النساء في المجتمع، اللي خصنا نساعدهم بهم احنا الرجال، هو ما يسمى دور الأسطورة. دور الأسطورة، ما معنى دور الأسطورة؟ يقول عبد القادر جاكلاكون: دائما وانطلاقا من اللحظة التي دخلنا فيها إلى هذا التحليل السوي، حين نرى بأن الأسطورة هي دائما محاولة، مفصلة حل لمشكلة، بمعنى أنه يجب الانتقال من نمط معين لنقل
كتفسير لعلاقة المرء بالعالم أو بالمجتمع على وجه الخصوص إلى تحول ضروري بواقع أشياء مختلفة وجديدة تأتي وتتعارض مع الصيغة الأولى والتي تفرض بطريقة ما ممر والذي هو على هذا النحو مستحيل والذي هو على هذا النحو طريق المسنود. هذا يعطي بنيتها للأسطورة. معنا سي مصطفى من أكادير. مرحبا سي مصطفى. مرحبا أستاذي. مرحبا. كدير أستاذ بخير لاباس. بارك الله فيك سي مصطفى، مرحبا بك. الله يبارك فيك، نشكرك أستاذ على هذا البرنامج. نشكر على وجهك، بارك الله فيك، مرحبا بك. الله يحفظك، نحبك محبة في الله. أحبك الله ورسوله وسيدي مصطفى، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ، الله يحفظك. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك، مرحبا بك، تفضل. مين غنبدأ؟ من البداية إن أمكن. الله يبارك فيك أستاذ، الله يحفظك. أيه والله نتمنى، بغيت غير نصيحة منك على إن شاء الله. الله تزوجت دابا تقريبا سنة. أيه وش نصيحة من عندك اللي نستفيد منها؟ الله 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 الله. ولا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هي العقلية والاختلاف ما بين الرجل والمرأة إن هي في العقبة وإحنا في الهبطة. واش فهمتي منك؟ شتي المرأة ديما في العقبة، تطلع عندها هي راه صعوبة، هي راه صعيبة. احنا خاصنا نضربوا العقبة باش نوصلوا ليها. اه وحنا رجال في الهبطة، حنا رجال بحال ما كنمشيو للهبطة. وهي بحال الطوير ديما تيطلع الطوير الفوق. وبحال الطوير ديما الطوير ما عمره ما يعشش لك في الارض، ديما تيعشش في الشجر ويعشش فوق. الى عشش في الارض، الى كانت الدنيا خاوية في شي بلاصة ما فيها لا وحش لا وز، ما يعشش هو في الارض. اذا ما معنى ان احنا في الهبطة؟ احنا كنولفوا واحد النمط وتنوليو كنمشيو علو بحال الرولما، مش بحال داك الغولما. حنا راه بحالكم، حنا راه نمطيين الرجال، عندنا حنا راه عندنا واحد العدد ديالنا صافي نشدو نحطوهم وتنبداو ندوزو عليهم غاديين ما نتبدلوش. هما لا، هما تيبغيو الجديد، هما تيبغيو التغيير. اذا كيفاش نمطين واحد كيهبط ملي تلقى شي حوض كيكب فيه ويجلس صافي، الماء لقى حوض راه يبرك. خصو يلقى ديما الهبطه باش يجري، خصو الهبطه 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 يلقى الماء يجري. ولكن الا لقى حوض راه غيدير واد غيدير لاك، معناتها غيستقر تم. معناتها ان احنا عندنا واحد الجهد في شي بلايص وعندنا واحد النوع من الخمول في شي بلايص. انت باقي شاب، شحال في عمرك يا سيدي مصطفى؟ 32 سنه. باقي شاب وياك تشبه الشباليين والشراف. تشبهش اليوم؟ لا لا، تكون نشاط الحيوية الحمد لله. اي نشاط الحيوية، ولكن العلامة ديالها انها هي ملي غتشير ليك التغيير، جوابك للتغيير خصو يكون في السرعة اللي هي رغبة فيه. معقول اللي رغبة فيه. هما عندهم واحد الايقاع، سورتو دابا انتم عندكم عام ديال الزواج، وي وي وي، عندكم واحد العام ديال 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 هذوك لي فو دارتيفيس. عرفتي دوك الفو دارتيفيس اللي كيديروا في بوراني في راس العام؟ دابا انت راه باقي في مرحله الفو دارتيفيس، راه تطاق تطاق تطاق، راه اللي ما يجيش عندك خدام داك الشيء الروعه. اذا دائما واحد الحكمه ديال الانسان يكون جدي وما ياخذش كل الامور بجديه. يكون جدي، يكون جدي وفي شي بلايص نرخي ميك شويه، ما نبقاش بهذيك الجديه ديال انني جدي. تخيل دابا انا جدي ونزيد عليها الجديه، ويلي راه حريره نولي مزير بزاف. ولكن لا، انا جدي وفيا نوع من التبهاليت، فيا نوع من البساطه. اذا ديك الساعه هذيك الجديه مع ذاك الباص كتردني خفيف الظل، كيف تقول المصريين. كيقول لي انسان محبوب تجلس معاه، يعني محبوب. والنساء راه كيبغيو يتمدحوا، مدح مدح زوجتك، مدح
مدح صورتها، مدح جمالها، مدح جسمها، مدح صوتها، مدح اشغالها، مدح انجازاتها، ما تبغي المدح على فكره اييه. الزوجه ديالي حاصله على الاجازه في اللغه العربيه تبارك الله. وراك انت، انا كنت تنصمت لك شحال هادي تقريبا دابا شي 5 سنين تقريبا تبارك الله. الاصل ديالي عوبي اييه مرحبا. وكنتي كت تقول للناس بانكم خاصكم واخا نتوما في بلاد الشلوح تزوجوا بالشلوح. اييه انا عارف واحد اييه سيدي والزوجه ديالي راه شلحه يعني اقسم لك بالله الا هي اللي شدت الخط وانا نقول لها ما شاء الله معه. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. المثل المغربيه تيقولوا اللي بغى يربح ياخذ بنت الشلح. علاش المغاربه تيقول اللي بغى يربح ياخذ بنت الشلح؟ لانهم عندهم البسط، عندهم شويه رزق وضحكين. ما عمرك تلقى شي شلح كيتشكى شلوح الحرار، مع ذا هذو اللي تعادوا عاداتهم دار بيضاء وعاداو المدن الكبار، بالشلوح الحقيقي ما عمرو يشكلك، ما عمرو يشكلك. وعندهم هذيك القاعده ديال الحانوت قبل الدار. شنو فهمتي من هذه الحكمه ديالهم ديال الحانوت قبل الفيلا؟ لا الحانوت خاص نوفروا بعدا توفير قليل عاد نشوفوا الفيلا كثير، عاد نشوفوا الفيلا اللي غنشريو. السوق يلا كيتزوج كيمشي يدير كريدي كيشري دار. لا هذا ما السوق، هو خصو يصبر ويستثمر في حانوت. معقول في محل يتزوج في حانوت يولد في حانوت؟ راهم الشلوحه ملي كيديروا حانوت راه كيسكنوا فيه في الاول. معقوله راه تيكون كيبات في الحانوت في الليل كيفرش وسط السلعه وينعس. عنده هو عام باش يرد فلوس السلعه، والعام الثاني باش يرد الفلوس اللي يعاونوا به العائله وباه ومو. هذا العام الثالث عاد غيبدا يجمع شوي بشوي اللي هو بعد 5 سنين 6 سنين غادي يوفر باش يشري واحد السياره وباش يشري واحد الدويره. بعد 10 سنين كتلقاه مستقر بخير وعلى خير. عندهم واحد الميزه كيمشي بشوي ولكن كيمشي في امان الله وحفظه. الله يكمل عليك اسيدي مصطفى، يكمل بخير. شكرا بزاف. الله زواج مبرور وبالسعادة وبالمال والبنين. أنا فاصل ونعود. مرحبا بك العزيز، مرحبا بك، تحياتي. معنا لالا سارة من فرنسا. مرحبا لالا سارة. السلام أستاذ، لاباس؟ لاباس لالا سارة، مرحبا بك. كنت تسمعك أستاذ وشحال هذه؟ أقلت عليك. أقلت عليك لالا سارة، مرحبا بك. شكرا أستاذ. لا شكرا لك. وسبعير حيت هذوك النصائح اللي قلتي لي صراحة عاونوني بزاف. الله يقدرك عزيزتي. واخا هكاك واخا كندير مجهودات شي مرات ما كنلقاش يعني نتائج اللي كتفرحني وكيفاش كيخليني كيحبطني. ودابا راني مقبله على الامتحانات وصراحه ركزت حفظتني استاذ وهادشي اللي كاين استاذ. دابا بنتي الى تكلمنا ياك على الخصاص والافتقاد ولا تكلمنا على الحرمان وعلى الكبت، واش غيبانوا لك شيء واحد ولا اشياء متعدده؟ الخصاص والافتقاد، الكبت والحرمان، واش غيبان لك شيء واحد ولا اشياء متعدده؟ أشياء الافتقاد متعدد. الخصاص والافتقاد، الكبت والحرمان، ياك. ولكن لاحظتي كيف احنا كنسميو الخوف اللي يقدر يكون قلق تنسميو خوف، يقدر يكون توجس كنسميو خوف. اللغه عاطيانا امدادات منطقيه، ولكن احنا ولينا في واحد النوع من السرعه والعجله الفكريه اننا كنقدروا نجمعوا 4 ديال الفئات اللي هما عندهم 4 المفردات كيميزوهم كنجمعهم احنا في كلمه واحده. واش هذا ما غادي يخلقش مشكل؟ دابا الا قلت لك تكلم ليا بالنسبه لك شنو غتفهم من الخصاص، شنو غتفهم من الافتقاد، شنو غتفهم من الكبت، شنو غتفهم من الحرمان؟ كتسمعني يا بنتي ساره؟ سمعك استاذ.
الخفاف هي ملي كتكون خاصك كتكون خاصك شي حاجه باش تقدر تزيد بالحياه، بحال كيكون خاصك في ثقه في الناس ولا خاصك في شحال من حاجه. والافتقاد الافتقاد هو انني كنفتقد كنفتقد الجرأة مثلا، كنفتقد الانتيليجنس سوسيال، كنفتقد زعما شحال من حاجه. لاحظتي هنا في تعريفك الافتقاد ما بانش لك بان الافتقاد هو علاقه مع واحد الشيء اللي كان عندنا وفقدناه، ما بانتلكش. انت راه مشيتي كتكلم على الحرمان. راه مشيتي كتكلم على الحرمان، شي الوصف دابا اللي عطيتي الافتقاد راه هو الحرمان. الافتقاد هو كتفتقدي حنان الام. دابا انت عرفتي حنان الام في البلاد وانت في فرنسا بعيده عليها، اذا كتفتقدي الام ديالك. كتفتقدي حنان الاب. لأنك انت عشتي في المغرب ودوزتي واحد العلاقة مع باك، ودابا انت في فرنسا كتفتقدي. شتي فيما كنسمعوا افتقاد شيء وراه كان عندنا علاقة معاه وما بقاش عندنا ديك العلاقة معاه فكنفتقدوه. بالك؟ اييه بصح. إذا دابا لاحظتي في تعريفك الافتقاد راك انت كتعرفي بالحرمان. إذا الافتقاد ما عرفتيش. والكبت والكبت الكبت هي عندنا شي حد باغ اكزومبل ما عندوش الجرأة باش انه يقول الحقيقة، ولا يعني بحال اللي ما كتكونش عنده لا ليبرتي باش يدير اللي بغا باش. عاوتاني مشيتي ليا باش تعرفي الكبت، مشيتي لا ديمونسيون سوبجيكتيف. راك مشيتي دابا في تعريفك هذا مشيتي لا ديمونسيون سوبجيكتيف. والكبز هو راه واقعي. واحد الشابه بقى ما مزوجاش وعندها واحد الشهوه جنسيه وعندها واحد الحاجه جنسيه، فهي مكبوته ما حدا ما مزوجاش، هي مكبوته حيت عندها واحد الشهوه وعندها واحد الحاجه في الواقع. قالك إذا شنو هو الكبت؟ واحد الحاجة في الواقع اللي ممكن تناولها، راه يمكن هذيك البنت تخرج وتلقى واحد الذكر وتشبع نسبيا الرغبة ديالها، ولا تيقول واحد العدد في المجتمعات في العالم تيقول هذا بخص عندنا. واحد الناس غيقول لك اودي لا وانتم المسلمين وكتحرموا بناتكم وكتحرموا بناتكم لا وكذا والحرية الفردية ولا ياك؟ ولكن ملي كنلقاو عند علماء التحليل النفسي بخصوص العبقري جاك لاكوم بخصوص الكبت، تيقول لك الكبت الدور ديالو لا فروستراسيون الدور ديالها انو نستوعبوا الواقع. سي غراس ا لا فروستراسيون كون بو سامبوليزي لو ريال. علاش هذا ربي دار لينا الصيام؟ الصيام راه كل عام كيجدد لينا استيعاب الواقع. لهذا احنا عندنا النكاح خارج الزواج حرام، لأن اللحظة اللي كتكون الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا راه معلقة بالزواج عند واحد العدد من الصحابة. راه إلا ما جاش واحد الراجل تلقى واحد البنت تزوجها راه سيدي ربي اللي ما أذنش. الدورة ما المسلمين الدورة فهمنا، راه ما أذنش لواحد ذكر يجي هذاك الأنثى اللي هو أصلا هو خلقه ليها راه مناسب ليها، ولكن هي بقى ما مستوعباش في حويجات. إلا شنا تزربنا ويسرني لها الزواج أدخل في حيط، والعكس صحيح. واحد ذكر كتقلب مو تزوجو باه يزوجو خوتو زوجو ما ميسرش الجوال، راه البرا ديالو راه كاينة ولكن اللقاء ربي ما يسروش. علاش؟ لأنه ما استوعبش حوايج، كاين شي قوانين ما استوعبهمش. الكبت كيجعلك تخرج الاستيعاب من قلبك. بقى معايا بنتي سارة؟ بقى معك أستاذ. إذن دابا انت عندك واحد ما يسمى التطلع، إناسبيراسيون، ياك؟ عندك واحد التطلع، ياك؟ فوز اسبيري ا إن سيغتان ميتريز، يعني عندك واحد التطلع أنك تكون عندك واحد التمكن واحد التحكم في وسائلك الفكرية والعقلية والنفسية أمام التحديات الدراسية والامتحانات، ياك؟ عندك واحد التطلع، فوز اسبيري ا، ياك؟
معايا بنتي سارة؟ ألو؟ ألو ألو وي أيه؟ إذا عندك واحد تطلع فوزا سبيري أ وي نعم هاد تطلع هاد تطلع وي كنسمعك اليوم ما عرفت شنو وقع الهاتف ألو ألو شي بلاصة فوق منها شي عاصفة شي بلاصة فوق منها شتا ولا شي عاصفة دابا ما كنسمعكش بنتي سارة مشات المكالمة ألو ألو أستاذ نعم وي رجعت وي لالا رجعت لالا سارة مرحبا بك إذا قلت لك أنت عندك تطلع فوزا سبيري فوزا سبيري أ أون سيغتان ميتريز ياك هاد التطلع دابا ملي ما كيتحققش عندك في الواقع واش كيشكل لك خصاص أه أه أستاذ كنتوقع كنولي زعما ما كنبقاش نبغي تكون عندي رغبة في ندير أي حاجة. أنا دابا غير جاوبني بنتي على سؤالي الله يرضي عليك. دابا هذاك التطلع للتمكن من القدرات الفكرية والدراسية عندك، عندك تطلع ياك؟ هذاك التطلع ملي ما كتوصليش له. واش كيشكل عندك خصاص ولا افتقاد ولا كبت ولا حرمان؟ الحرمان؟ معلم معلمة دابا لاحظتي انت راه ما شاء الله في الذكاء ملي ذكرنا فيهم ربعة وكل واحد عطيناها قدرها ها انت فرزتي بأنه وعلاش قلتي حرمان ما قلتيش كبت؟ حيت الأولوية ديالي هي الدراسة يعني خصني نكون أيه ولكن علاش مشيتي للحرمان وما قلتيش كبت؟ علاش ما حيت راه يقدر واحد آخر يغلط فيهم ويقول لينا راه كبت انا مكبوت ما ان محروم شنو الفرق ما بين الحرمان والكبت الحرمان كتكون ملي كيكونوا ملي كيكون طرف واحد وبالنسبه للكبت كيكون لا عزيزتي لا عزيزتي لا الحرمان هو انه الواقع عنده الحل بالنسبه لك اللي انت باقي ما شفتيهش شنو هو الحل حيت مجهوده في كامله وهاني جيك عزيزتي غير بلاتي غير بشويه شنو هو الحرمان هو ان الحل راه كاين في الواقع غير باقي ما استوعبتيش هذاك الواقع بالشكل اللي لايق بهذوك القواعد هذاك الواقع باش يبان لك الحل تبعتي معايا انا استاذ كيفاش غنقدر نلقى هذا الحل دابا عندك انت الواقع هو فرنسا الواقع هو هذيك الشعبه الواقع هما ذوك الطلبه الواقع هو ذوك المدرسين هذا هو الواقع ياك كيفاش داروا طلبه في وضعيتك انت دابا بوحدك وسط هذيك الجامعه اللي عندك هذا المشكل لا انت بوحدك كاين طلبه اخرين اللي عندهم نفس المشكل بحالك ولا ربما اكثر كيفاش داروا هما بسلكو عندهم حلول تحاورتي معاهم مشيتي عندهم ما تحاورت معاهم شي مرات استاذ كنقول ما عرفتش واش الزهار واش ما عرفتش حيت ما عرفتش والله صراحه حيت كندير المجهودات ديالي كلها ما كنلقاش المشكله هي انني ما كنحاولش نبحث يعني كنتقوقع كنفشل يعني ما كتبقاش عندي الثقه في راسي ما كتبقاش عندي هذه راه هذاك راه هو الكبت بنتي حيت دابا انت الكبت هو اللي مشوش عليك الكبت هو اللي محمقك حيت انت باغا تفكي العقده ديال الكبت وحنا بغينا نفكوا العقده ديال الحرمان الكبت راه غتبقى مكبوته ولكن الحرمان خص تفكيه حيت الحرمان دابا راه هو العلاقه مع الواقع واللي كيجعل استيعاب الواقع هو الكبت خصني نصبر على الكبت باش نستوعب الواقع دابا انت عندك قدرات في الذكاء وعندك قدرات فكريه كاين طلبه عندهم نفس الصعوبه اللي هما لقاو الحل خاصك تواصلي مع هذوك الطلبه اللي عندهم نفس الصعوبه ولقاو الحل غتمشي تسجلي راسك في هذوك لي فوروم ديال الطلبه انا كنضل ندور عليهم في اوروبا نقراهم تيدخل طالب لا استاذ شي فوروم ديال الطلبه بحال هكا كاين منهم عدد
كاين منهم عداد غتمشي غتقلب غير كومون سا مارش. غتمشي لواحد لو سيت سميتو كومون سا مارش وراه غتلقاي طلبه داخلي له كومون سا مارش. قلب على لو سيت كومون سا مارش غتلقاي واحد العدد الطلبه ديما مكونيكتين فيه ديما كيسولوا على الانفورماتيك كيسولوا على الالكترونيك كيسولوا هذوك راه طلبه بعضياتهم هذوك غتلقى دي فوروم زوينين بحال تما. اذا غتدخل انت لهذاك الفوروم وغادي دير السميه ديالك وغتقول بروبليم وتقول ودي انا طالبه في عمري كذا كذا عندي هذه الصعوبه مع هذه الماده وعندي هذه الصعوبه الله يخليكم لا شي طالبه دوزوا نفس الصعوبه بحالي وفي كود الصعوبه لما دوزوا لي عفاك عليها كيفاش درتو ويدخلوا معك الطلبه واحد وحده غتقول لك ودي انا راه كان عندي هذه الصعوبه كذا وكذا ولا لقيت هذه لا ميثود وانت هي اللي غتمشي تقلبي ماشي انا غتلقاي الحل الوصفه تقلبش على الوصفه خصك تقلبي على الانسبيراسيون. شنو هي الانسبيراسيون؟ شنو هي الانسبيراسيون؟ ما عرفتش. هي هو الالهام. الهام اه. ماشي تقلبش على الوصفه حيت هذيك الوصفه راه خدمت لي هو راه ماشي اكيد انا تخدم لك انت. الوصفه ما تخدمش لك الوصفه ماشي عامه الوصفه راه كتكون غالبا خاصه. اذا غادي نشوف الوصفه هذا الوصفه هذا الوصفه هذا واحد لقيتها غادي نستلهم. غنستلهم انا من هذوك الوصفات واحد الوصفه ديالي وغتجربيها وغتعدليها وغتبدليها وغتغيري فيها شي حويجات مع المده مع الوقت غتبان لك الوصفه بدات كتجاوب معك. علاش؟ لان احنا البشر راه نفس وحيده. احنا البشر نفس وحيده. اذا علاش انا قلت لك الوصفه ما خدامش لك؟ لان هو في الخصاص عنده ماشي هو الخصاص اللي عندك. هو في الافتقاد اللي عنده مش هو الافتقاد اللي عندك. هو في الكبت اللي عنده ماشي في الكبت اللي عندك. هو في الحرمه اللي عنده مش الحرمه اللي عندك. اذا علاش بغيتي الوصفه اللي جاوبات له هو على الخصاص وعلى الافتقاد وعلى الكبت وعلى الحرمان تجاوب لك على الخصاص وعلى الافتقاد وعلى الكبت والحرمان كانك بحالك بحاله. صافي قال لك النقطه الثانيه. النقطه الثانيه انه حيدي منك لي جوجمون دو فالور. ركب بحال اللي كتضلي تعايري في ساره. اه ركب بحال اللي كتضلي تعايري في نفسك. حيدي منك يا بنتي هذه القاعده. انت مراه بنت ذكيه ودابا كاين ظروف كاين يلاه دوزتو كورونا الله يحسن عوانكم كاين اليمين المتطرف غادي وكيطحن في المسلمين تما عندكم وكيسب فيهم وتيسيء لهم كاين ظروف كاين هذا الشيء اللي تما هذه الحرب الاوكرانيه راه توتركم راه انتم الله يحسن عوان راكم في واحد البيئه اللي ماشي سهله. عادي البعد قلت لك استاذ صراحه حيت السيمانه الجايه مقبله على الامتحانات استاذ وصراحه كتزيد تحفزني كتعطيني واحد يعني واحد الدفعه يعني والله صراحه يعني كنكون يعني صراحه الدفعه يعني كبيره صراحه يعني الله يسلمك بنتي الله يسلمك يعني كنسمع كاع هذا ولكن استاذ انت صراحه يعني يعني الله يسلمك يعني الله يكبر بك عزيزتي الله يكبر بك. اذا هادشي هذا انني نتعامل مع الطلبه نتحاور معهم ندخل لي فوروم شي هاد كومونسا ماخش راه واحد وراه غتلقى العشرات المئات لدرجه انه قلت لك انا باش ناخذ فكره على المستوى الدراسي ديالهم كندخل هذاك الفوروم وما كيعاودوا نكات ما كيضحكوا ما كيدوا على القرايه كتلقى دي فوروم غير القرايه كيسولوا بعضياتهم واحد حاصل في واحد الالغوريثم الاخر حاصل في واحد البروبليماتيك وتيجاوبوا الناس عندك تشوف كيجاوبوا دابا ليها إيه لأنك أنهم تيبغيو يفيدوا بعضياتهم هذه من جهة. من جهة أخرى راه خصك تعلمي تنساي. دابا أنت بحال اللي حاضية دماغك بحال دماغك مقضى حاضي العجب راه خصك تعلمي تنساي. مثلا غدير واحد الوقت غدير واحد الوقت قراي وتجتهد وحلقيتها غتنساي القراية وتمشي دير واحد الفيلم كيضحك ودير واحد لاسيري كتضحك تنساي القراية وتنساي الهم ديالها واحد الساعة ساعتين نساي نساي. Il faut savoir se décrocher. Si vous êtes trop من هذاك لو سيريو والجديه واحد الساعه ساعتين لكن انا خاصني نبقى حتى نجيب النقطه ديالي ومن بعد يتعاد كنرتاح يعني ما كنرتاحش ولا ولكن راك تعبي نفسك غتلاشي لك نفسك ملي غتعبي غتلاشي لك ريحيها 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 بنتي واحد الساعه ساعتين صافي نسد الكتب نحطهم نطفي البيرو اللي عندك شي بيرو طفي هذيك البوله فيه ونمشي ندير واحد الدوش وندير واحد البارفان وندير كذا وندير واحد الفيلم وندير شي شليده ولا شي اوكلا زوينه ونضحك
نضحك مع راسي في هذاك الفيلم نفوج، ومن بعد نشد شي كتاب فيه شي روايه نقرا منه شي 10 صفحات، من بعد نشد القران نقرا منه شي بضع ايات ياك. ونصحك واضبي على قراءه والضحى صافي، والضحى والليل اذا سجى، واضبي على قراءتها مزيان، راه فيها واحد فيها شي بركه وفيها شي اسرار هائله ديك الضحى. واخا صافي استاذ، شكرا. يلا بنتي الله يحفظك، بالسلامه بنتي، مع السلامه. إذن هاد المسألة اللي احنا في واحد المرحلة اللي شخصيا كنعتبرها مرحلة هائلة، التحديات اللي كاينين غادي يجعلونا نحتكوا بواحد الواقع الصعب، بالخصوص الجيل ديال 80 الفوق. الجيل ديال 80 الفوق ما عرفش الصعوبات وما عاش الصعوبات بحال الجيل ديال 70 وديال 60 وديال 50، ما عاشوش الصعوبات اللي عشنا احنا. الجيل اللي قبل منا، الجيل ديال 40 وديال 50 عاش صعوبة كبيرة. الجيل ديال 60 عاش صعوبة كبيرة، ماشي بحال ديالهم ولكن تا هو عاشها كبيرة. ديال 70 تا هو عاش معاهم، وصلوا داك الفخر الاحمر الاخر، وصلوا داك الجمر الاحمر الاخر، هما كانت العافية عندهم. جيل 40 و 50 و 60 كانت العافية. جيل 70 الأحمر، الفخر الأحمر الأخر وصلهم. جيل 80 كان الفخر طفى. 80 و 90 و 2000 هادو ما احتكوش بواحد الواقع صعيب. ها هو دابا كيجيهم الواقع صعيب ديالهم هما. هذا امتحان مع الواقع. عندكم حرية التعبير، عندكم حرية ديمقراطية، عندكم الخير الكبير، وعندكم الواقع دابا شمر لكم، شمروا له، تخافوش منه، شمروا له. احنا راه نعاونوكم، احنا اللي كبر منكم شويه، ووالدينا ووالديكم اللي كبر منا راه غنثبتوكم بالصبر وغنثبتوكم بشويه اللي كنعرفوا، ولكن الجهد راه عندكم نتوما دابا الشباب. صافي دابا خصكم تدخلوا الواقع، غيزوه. علاش نبقاو حنايا نقلبوا نستوردوا القمح الرطب بلاش بيه كاع؟ يلا هذوك الشركات ديال البسكوي يسدوا بلاش منهم كاع، يا يعني اما يمشيو يبدعوا يديروا بسكوي بالقمح الصلب ولا بشي حوايج اخرين، ما يسدوا صافي، ما بقاش القمح رطب داخل غالي، يلا يولي بسكوي سوا 100 درهم بلاش منه هذاك البسكوي كاع. لاحظتوا الواقع، يا يعني اما غتبدع بشنو عندك، دير بسكوي النخاله ولا دير بسكوي لي بوتر. هذاك الالماني ديك النهار كنشوف وثائقي هذاك القمح اللي عنده هو دار منه شوكولات، دار منه شوكولات، وتخيلوا القمح ردوا شوكولات هو كيديروه ولادو فوق الخبز وكيديروا له تخسين. اذا ها لاحظتوا والواقع ديالو فرض عليه واحد ولاد عندهم حساسيه. معنا لالا نعيمه من شيشاوه، مرحبا لالا نعيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. غير اخويا لاباس عليك؟ لاباس لالا نعيمه، مرحبا بك. شكرا الاذاعه. لا شكرا على واجب اخويا. انا عندي واحد المشكل. خير؟ انا عذبني بزاف ذاك الحياه ديال الوليدات، مطلقه ثلاثه وليدات. الله. ومشكله بزاف ومريضه ما كنقدرش نخدم وداك الشيء عايش شويه كنخدم شويه وشويه وكاريه. الله كاريه. شحال في عمرك اللي نايمه؟ عندي 45 عام. وانت دابا معمرين الدار ولا بوحدك؟ لا بوحدي كاريا، بوحدي انا وليدات. واش في البلاد اللي انت فيها ولا في بلاد اخرى؟ في اقليم شيشاوه. ايه ولكن امك وباك وخوتك وهذا فينا بلاد؟ خويا وباهم كاين في ديك الصويره. وعلاش مشيتي عندهم؟ هو كاين في الباديه ومع طبعا ساكن مع الوقت ومع داك الشيء. يعاونوك في وليداتك، يونسوك في وليداتك، تونسي معاهم وتود ربما تلقاي شي مشروع وتلقاي شي حل تما مع والديك. علاش شنو المشكل؟ المشكله العربيه. شحال في عمر وليداتك لاله؟ البنت الكبيره عندها 14 عام، والبنت الاخرى عندها 19، وليد عنده 5 سنين. انا مع المشاكل وكنخمم بزاف ومريضه وراحت الوناسه ما كايناش يا لاله، راه ما عندكش اللي يونسك.
راه هي انا وليدات ثلاثه. ايه وليدات كان بغيو نسوك حتى وليدات راه غياكلوا منك. راه شي كان يونسك. لا لا وليدات راه غياكلوا منك راه دراري صغار هادو بغيو نسوكش. هادشي اللي كان. راه خصك راس كبار تدي معاهم في الهضره وتجلسي معاهم وتشوفي الحباب ودابا انت بوحدك تما مشيتي شاوب بوحدك. انا غير بوحدي والله انا غير بوحدي كنتفرج. راه واعر عليك انا. كنتفرج اتعامل مع المشاكل وكاين اخويا ومرات خويا وامي كبيره يا وبا كانت عندهم معاه ما سلكتنيش الوقت. ما سلكاتكش الوقت. ما شريف راه خصك الوناس راه خصك التونسي. احنا مولفين دابا مولفين من العشره مولفين جلسوا مع بعضياتنا دابا انت غتقابلي والشيء ما كاينش والمصروف ما كاينش والمعيشه شويه غاليه الدراري صغار غتبقاي هازه غير الهم كدوري قدامك على الهم على الهم على الهم على الهم على الهم فاش كتخدمي؟ فاش كتخدمي؟ فاش كتخدمي يا نعيمه؟ مره كنخدم والله العظيم مره نخدم مره نخدم حتى في الفلاحه وداك الشيء ديال براني ما كنقدرش مريضه مريضه بزاف الله يسلمك نفسيتك مريضة نفسيتك عيانة نفسيتي مريضة عيانة وكنتقلق كنتعس والله العظيم كنضربهم كنرد الله 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 غير الليل والله الله العظيم مريضة وماشي الله يجزيك ما مشيتيش عند الطبيب الأعصاب أختي نعيم ما مشيتيش لا ما عمرني مشيت عنده لا لا عافاك لا غتمشي تقلب على طبيب الأعصاب نغولوك قلب عليه نغولوك طبيب الأعصاب ودخل عنده واشرح له الحالة ديالك قول له سيدي كنتقلق على ولادي انا مطلقه وتماره راه غيعطيك شي ادويه ما تخافيش خديهم راه ماشي بقاش تقول شي دواء ديال الحماق ولا داكشي لا 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 طبيب الاعصاب غيعطيك شي حاجه غتهدمك تهدم لك الاعصاب ما تبقايش تعصبي راه كيبع عقلك وبخير وعلى خير غير كيوصل الانسان لواحد الحاله ديال التعب واحد الحاله ديال الضغط كيخصو يعاون بادويه سيري اختي عند طبيب الاعصاب نغولوغ وشرحي له الاعراض غيعاونك بشي ادويه غتعودي بعدا تنعسي مزيان وتعودي حتى ولو تجيك تقلقه ما غاتجيكش هذيك الانفجار ما غايجيكش غاتجيك هذيك التقلقه الخفيفه غاتزيري ولكن غاتحسي براسك عندك الكليماتيزور في الدماغ بشويه على باب شويه بشويه وهنا وخصك الشريفه ديري معارف صحابات اللي ضحكيات وتعودوا تجلسوا مع بعضياتكم وتعودوا تجيو مع بعضياتكم هذيك الوناسه غتفوج عليك شويه لان واخا كاينه المحنه راه كاين شويه ديال التفويجه لناخذوا مكالمه ومن بعد نرجعوا نذكروا في هذه المساله ديال البنيه الاسطوره وعلاقتها مرحبا لاله ليلى من فاس مرحبا الو 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 مرحبا لاله مرحبا بك لاباس ليلى من فاس ياك لاله اي مرحبا لاله تفضل استاذ الصراحه ما كنتش بغيت كاع نعيط لك حيت زعما ما بغيتش نصدعك ولا شي حاجه ولكن استاذ الى عقلتي لا انا عقلت عليك انت الذكيه القرايه عقلت عليك العقل الذكيه القرايه المرتبكه مرتبكة واللي كان مشى لي رقم الهاتف لان كنت وعدتك باش يتصلوا بك شي اساتذه من عندي وكان مشى لي الهاتف ديالك وسبحان الله انت ربي دابا عيطتي عافاك سيدي سامي لما ارسل لي الهاتف ديال ليلى عافاك ارسلوا لي ليلى من فاس ارسل لي سي سامي الله يجازيك بخير خليك معايا عافاك بما ها هو ارسلوا لي صافي كمل دابا المذكره هو تسجل عندي صافي هادشي اللي بغيت نقول لك استاذ غير بغيت نفكرك فيا صافي بغيتي تذكر مزيان ولا عليك صافي ولا عليك انا قلت لك شري الهاتف ها هو دابا تسجل ليا لا شكرا على الواجب بنتي ليلى تخبي انت مرحبا لا شكرا على الواجب مرحبا مرحبا